اللحظة يعني اللون الأحمر يغطي معظم المؤشرات. التراجعات تراوحت في هذه المؤشرات ما بين 10 و16% في مؤشر داكس الألماني. أنتقل إلى تحركات العملات. خسائر اليوان الصيني تعمقت جلسة اليوم مقابل الدولار وسط مؤشرات جديدة على أن المشاكل أو مشاكل الصين في ظل تباطؤ اقتصادي وقطاع شركات مثقل بالديون ستصبح القضية الأبرز بالنسبة للأسواق هذا العام. في المقابل الين الياباني الذي يقول بعض المتعاملين في آسيا أنه العملة الرئيسية الأكثر استفادة من تراجع اليوان ارتفع اليوم أكثر من 0.5% مقابل العملة الصينية وصعد خلالها أيضا أمام الدولار. أيضا في المقابل نرى مكاسب محدودة اليوم أمام سلة من العملات قبيل انتهاء اجتماع الفيدرالي الأمريكي. عموما الحديث أكثر عن تطورات الأسواق العالمية انضم إلي من أبو ظبي السيد نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في شركة ADS Securities. أهلا وسهلا بك سيد نور. دعنا نبدأ بقراءتك أولا للتراجعات في أسواق الأسهم الأوروبية على عكس أسواق الأسهم الأخرى. نعم، الارتفاعات التي شهدناها يوم أمس ليست بسبب هو أشياء إيجابية بالأسواق بقدر ما هي نوع من الثقة التي حست فيها الأسواق من جديد بعد الاتحاد الذي حصل ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان عن سانكشنز أو بالإعلان عن نوع من الإجراءات الصارمة نوعا ما ولو أنها بسيطة باتجاه أو عقوبات بسيطة اتجاه روسيا. لكن من جديد يعني الشيء المهم كان لم يستطيع الاتحاد الأوروبي الإعلان عن أي سانكشنز أو أي عقوبات تخص التريد أو تخص عملية التجارة فيما بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وذلك لأنه في عنا لا ننسى أنه بالسنة بخلال سنة كاملة أو بشكل سنوي لديهم أكثر من 1 تريليون يورو تقريبا بالتعاملات مع روسيا. فالارتفاعات التي شهدناها يوم أمس عدنا وانخفضنا اليوم من جديد، وأيضا الانخفاضات في الغالب ما ستعود من جديد مع تراجع الاقتصادات بالدول الأوروبية. اليوم شهدنا أرقام ZEW أو اللي هي مؤشر الثقة بقطاع الأعمال يعود الانخفاض من جديد أو الذي يقيس نشاط الاقتصاد انخفض بشكل كبير إلى مدون مستويات الـ50 وهو ما يعتبر نوع من الانكماش. سيد نور، هل ترى يعني أي مخاطر اقتصادية جدية للعقوبات التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة على مسؤولين في الجانبين الروسي والأوكراني؟ البعض وصفها بأنها يعني محدودة لن تؤثر كثيرا على الأسواق. بالتأكيد لن تؤثر على الاقتصاد لأنه بالنهاية هم مسؤولين، لا يعني لا يوجد هناك أي تغير بالناحية على التريد على الأقل. أهم شيء بالنسبة للاتحاد الأوروبي الآن هو عملية التريد أو عملية التجارة في مع روسيا، لأنه فيما لو بالأصل شهدنا خلال الآن خلال الفترة الماضية انخفاض الفائض في الميزان التجاري في دول الاتحاد الأوروبي الذي صدر اليوم صباحا إلى قرب يعني وصلنا إلى مرحلة بحوالي 0.9 مليار يورو فقط من أصل 13 مليار يورو كان عليها خلال الشهر الماضي في فبراير، يعطينا إشارة إلى أن ارتفاعات اليورو بدأت تؤثر سلبا بالفعل على الاقتصاد الألماني على الأقل وأيضا الاتحاد الأوروبي. فالسانكشنز الآن على أن تكون هناك في نوع من العقوبات بالنسبة للتجارة سيؤدي من جديد أيضا لمزيد من المشكلات، وهذا ما لا تريده على الأقل الاتحاد الأوروبي. فطالما هي على مسؤولين لن يكون في هناك اهتمام لا من روسيا ولا حتى من الدول الأوروبية أو من الاتحاد الأوروبي، إلا فيما لو طبعا شهدنا نوع من الازدياد بالتوترات ويكون هناك في إجراءات أخرى، هذا ما ستخيف الأسواق من جديد على الغالب. طب الأنظار تعود مرة أخرى أو تتجه مرة أخرى نحو اجتماع الفيدرالي الأمريكي، هل تتوقع أن يقدم الفيدرالي الأمريكي على خفض التيسير الكمي من جديد؟ هنا اليوم أو يوم غد مهم جدا لأنه في الغالب ما سيتم تخفيض 10 مليار يورو، لكن هناك في احتمالية أن يكون هناك أن يكون هو آخر تخفيض. لكن الشيء المهم في هذه الأمور أنه البنك الفيدرالي الأمريكي أعلن يوم أمس على أنه سيقوم بإعادة تعديل لأرقام الإنتاج الصناعي كاملة خلال العام الماضي. هذا ما يعني أنه الارتفاع الذي شهدناه يوم أمس بواقع 16 نقطة مئوية لا يساوي أي شيء حتى يتم الإعلان عن عملية الميثودولوجي الجديدة أو عملية الحساب الجديد على الأقل للإندستريال برودكت. لكن ننتظر من جانت يلن أن تعود وتقول لنا ما هو سبب التراجع عدا تراجع الاقتصاد الأمريكي يعني بدون الحديث أو الخوض بالحديث عن التقصي السيء، لأنه كل الأرقام الاقتصادية التي حصلت منذ يناير إلى الآن وحتى أرقام مارش أثبتت أن التقصي السيء ليس له علاقة بالفعل بالتراجع الاقتصادي، لأنه معظم الأرقام السلبية أتت من الويست كوست أو من جانب الساحل الغربي المشمس في تلك الفترة.
بالمقارنة مع الأرقام السلبية التي أتت فقط بشكل بسيط بالمنطقة التي ضربها الإعصار. فهذه الشيئين المهمين التي يجب متابعتهم. لكن من جديد 10 مليار ممكنة، لكن ممكن أن تكون آخر واحدة. نعم. طب أنتقل معك سريعا إلى يعني أسواق الصرف أو يعني أسعار العملات. خسائر اليوان الصيني اليوم تعمقت مقابل الدولار وسط مؤشرات جديدة على أن مشاكل الصين في ظل تباطؤ اقتصادي. هل تعتقد أن العامل الصيني سيكون عامل قلق رئيس للأسواق هذا العام؟ هو ليس بعامل قلق بشكل واضح، لأنه لا ننسى أنه البنك المركزي نفسه هو الذي قام بهذه الخطوة أولا بتضعيف اليوان الصيني لجهة معينة أو لمستوى معين بالبداية قبل أن يقوم برفع الباند أو التداول أو مستوى التذبذب اليومي إلى مستويات 2% من أصل 1%. لو كان البنك المركزي لا يريد هذه التحركات باليوان لما قام برفع الباند، لكن رفع الباند أو رفع التذبذب اليومي كان له شيء مهم جدا بالنسبة للبنك المركزي، هو أن يعطي إشارة واضحة للأسواق إلى أن اليوان الصيني سيستمر بالاتجاه أو التداول في اتجاهين، على عكس ما كان المتداولين والمضاربون أكثر شيء في الأسواق بالمضاربة نحو ارتفاع السي إن إتش أو ارتفاع اليوان الصيني على مدار العام أو منذ فترة طويلة. فالآن أعطانا نوع من الانترودكشن أو عرف المتداولين في أنه فترة أنه نشهد ارتفاع باتجاه واحد أو تداول باتجاه واحد قد انتهت، والآن بدأنا نرى نوع من عملية الفلوت أو بداية لعملية تعويم اليوان الصيني على المدى الطويل. هذا شيء وارد، لكن ارتفاعات اليوان الصيني في الغالب ما ستستمر مرة أخرى من جديد خلال العام الحالي إلى مستويات ما دون 6 تقريبا. هذا شيء أيضا لازلنا نتوقعه. طيب أخيرا تعليقك على أنفاق البنك المركزي الروسي نحو 4.5 مليار دولار لدعم الروبل. كما حصل مع البنك المركزي التركي سيستمر في ذلك طبعا، فيما لو شهدنا نوع من الاستمرار في الضعف على الأقل خلال الفترة المقبلة ممكن أن نشهد نوع من رفع أسعار الفائدة فيما لو احتاج الأمر لذلك، أو عملية بيع للروبل الروسي من جديد. هذا شيء سيكون مؤقت، لأنه من جديد الآن فلاديمير بوتين ورائي إن كنتم ترون اللي هو لازال الآن يتحدث إلى البرلمان عن الخطوات المقبلة، ولا يشير حديثه بأنه سيعود أو تراجع عن أي قرار من القرارات التي اتخذها، بما يعني أنه لديه نوع من الثقة، والآن أيضا وصلت مرحلة شعبيته إلى مستوى قياسي، لا زالت تعتبر ثقة في روسيا، وبالغالب ما سنعود ونشهد نوع من الثقة بالروبل الروسي من جديد. نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في شركة ADS Securities كنت معنا مباشرة من أبوظبي، شكرا جزيلا لك. مروان كانت هذه وقفة تحليلية مع أسواق المال العالمية، أعود إليك وما تبقى لديك من أخبار. إليك. شكرا محمد. وفي آخر الأخبار الواردة الآن، سويسرا تتوقع زخما اقتصاديا أكبر مع حلول عام 2020.